جايين أتقهوى هنا، بس طبعاً قهوة اليوم هنا أتوقع مقفل صح؟ كيوت القمر حقهم مكان ما أتوقع. هنا جوا الكافية الصراحة بعد المغرب روقان. قهوتي أول شيء داخلة رايحة سفورة، رغم إنه أختي أمس كانت في قالت ما حصلت الأشياء اللي إحنا نبغاها، فقلت أجرب أدخل أشوف ترى موجودة ولا لا. أخذت الجلوس اللي هو هنا، صراحة ما كان فيه اللي أنا أبغاه الرقو، فأخذت الشفاف اللي هو يمشي مع الأرواج وبس. والله مكمل تسوق، أبغى ستي ماكس غاليكا وأبغى النهدي، شكله زحمة ما شاء الله. ما ادري طبعا دخلت السوق على صف نقصتني غرضه وغرضها، طلعت بخمسه من سته. بما اني رجعت من السوق واخذت لي غفوه وبديت اتقهوى، فراح اصور لكم شو اخذت من السوق. ما اخذت قلت لكم اشياء كثير، بس شو اسمه يا ربي كعب العيد اللي انا اخذت اصلا من شيء الصراحه مو نفس الترند الحين اللي هي هذه الجليتر. شوفوا كيف مرة يا بنات تجنن، تشبل حق زارا. واخذت لي كمان هنا، بس ما راح اوريكم لانه بس مرطب ومحلول العدسات فقط. ومن زارا من سيفورا قلت لكم الجلوس بس مو في، طلعته في شنطتي فراح اجيبه اوريكم. هذا هو الجلوس، صح من الحماس طلعته جربته على طول وسبته في شنطتي. اخذت هذا الدرجة 2 لاني دورت 7 دورت 5 في الموقع من يعني خلصت، ودورت كمان في المحل قلت لي سولد اوت، فاضطريت اني اخذ هذا وبس. والله المهم طلبت من سيفورا قالوا لي راح تجيك عينات كثير عادي، يعني لو تطلبين ب17 راح تجيك عينات حلوة. المهم طلبت واخترت من العينات روجين وماسكرا قالوا لي 5 و2 كريم. المهم شوفوا شو وصلني الخدمة. المشكلة لا تشوفون اللي أنا طالبته، طلبت القطن حق الأذن طبعا فكيته على طول، وصلني هذا، وصلني توقع شامبو وبلسم. شوفوا المسكرة اللي وصلتني صغيرة عادي، انا كان نفسي في صغيرة اصلا، بس انه كان نفسي في الروجين لاني اخترت روجين ما جتني، جاب دالها الشامبو والبلسم. وهذا توقع برايمر، اتوقع لاني انا اخترت انه برايمر، بس ما ادري هل هو جاني او لا. صدمة بما انه الاغلب في التصويت حق الفيديو انه يبغون تجهيز ملابس العيد ترتيب الدولاب، فبحاول ارتب معكم الدولاب لانه صعب راح اطلع يدي كاملة، ما ابغى اطلع يدي كاملة فترتيب الدولاب، بس بحاول اني اصور لكم. اما ملابس العيد فصراحة انه لاني انا راح اطلع بيت اهلي، راح اعيد هنا في بيتي اول ساعتين والباقي راح ارجع لاهلي، يعني اقصد راح اروح لاهلي، فكلها راح اكويها وراح احطها في شنطة حقتي، لان مش اسمه لانه حرام ما ابغى يعني اكوي واحط في الدولاب بعدين يوم العيد الصباح اجي اجلس ارتب وما ادري ايه، لا خلاص راح احطها من الحين اكويها واحطها في الشنطة واقفل، واسيب بس ملابس اول يوم اللي هي حقت صباح العيد برا عشان نلبسها صباح العيد بس. وبس والله والشاب راح اتوقع اني انزل، ولا اقول له ما اتوقع، على اساس اني اخذ لي جزامه وارتب فيها الجزم، بس ما اتوقع اني اطلع الايام هذه مره زحمه جدا، فاتوقع انه اخر العشر الاواخر راح انزل واخذ لي جزامه، لان ما شاء الله صارت الجزم عندي كثير.
وش اسمه راح انزل اكيد بعد الفجر، لانه يكون الزحمه اخف. وبس والله تعالوا معايا شوفوا كيف ارتب شنطه طلع لاهلي مع ملابس العيد، وراح اوريكم لبس اول يوم. صراحه انا فستاني باقي ما وصل، طلبته من زارا قالوا يوم الاثنين. عندي فستان احتياط راح البس اذا يعني ما وصل او وصلني وكان مو مره، راح البس فستاني اللي انا اخذته وش اسمه. بس والله وملابس البيبي غيث ما وصلت طبعا، قالوا اليومين هذه توصل، فاذا وصلت وانا ما خلصت الفيديو راح اصورها لكم. اما ملابس رواف فراح البسه ثوب العيد اللي هو ثوب. وبس والله شوفوا عندي هذا الدولاب سيبته تخزين، واخذ هذه من ايكيا للشوزات، فراح اطلعها كامله فراح اخليه تخزين، يعني اجيب الاشياء اللي انا ما ابغاها احطه هنا، والاكياس هذه راح ارميها في الزباله كلها لاني صراحه ما استفيد منها، خصوصا الصغار ما استفيد منها. وبس هنا نظفته، هذه راح اسيبها عشان ما اخذ الزمن الحين، راح ارص اشياء التخزين هنا. وبس والله شوفوا دخلت فيها هذا حق حاجز سرير الاطفال وطاولة الكوي، وهنا الاشياء اللي انا يعني ما ابغاها الحين يعني بعد وقت راح احطها هنا. كان عندي المكان هذا مشغول مرة، يعني كنت حاطة فيها اشياء اللي قبل شوي حطيتها في الدرج فصار فاضي الحين، بس محتاجة اشيل الاشياء هذه وبعدين ابدأ ارتب الدولاب. كذا نظفت الاشياء، باقي اكياس سوق راح اشيلها وراح ابدأ تنظيف وراح ابدأ ارتبها، بس انا قلت راح ارتبها في شنطة السفر لما اروح عند اهلي. هنا في ملابس طاقت على غيوثة فراح احطها هنا، انا عندي هذه الصناديق احط فيها ملابس يعني القديمة اللي انا عارفة نفسي ما راح شو اسمه ما راح استخدمها. الصراحة استفدت منها، حطيت فيها ملابس رواف اول لما كان بيبي، والحين احط فيها ملابس صغير لاني حرام ما راح استفيد منها. وبس والله احطها يعني اخزنها عندي، دايما اقول البيبي ثانية. صراحة رواف استفدت منها، يعني كانت هذه كانت حقت رواف استفدت منها الغيث ولبسته لياها. وبس والله مرة واحدة سيبها ذكرى يعني له. شوفوا كيف فضى ودرج غيث، يعني هذه يعني اشياء فشخة، وهذه الاشياء اللي يومية يلبسها فراح اسيبها كده. الحين نبدأ في الدرج عندي انا، هنا اشياء معلقة من في اشياء انا ما ابغاها، بس خلاص يعني ما احب ارمي ملابس ابدا ابدا ما احب ارمي ملابس، وهذه كلها راح تكون كذا. وهنا راح احط الاشياء يعني الحلوة الكشخة راح اعلقها هنا، وهنا راح تتعلق بجايم فقط. ماني عارفة الغبار يطلع من فين في الأشياء هذي في الأدراج، رغم إنها مقفلة 24 ساعة بس ماني عارفة من فين يطلع. شوف كيف هنا صورت، هنا صورت أقصد، هنا خلصت من فوق كلها شو اسمه رتبت تعليق شوية يعني صغير التعليق بس يلا عادي. هنا البجايم صراحة صفيت الأغلب، ربا خرجتها ما ابغاها خلاص يعني لها وقت عندي، واخيرا خلصت كذا اقدر اقول خلصت، بس راح اكب مويه وراح ابدا اغسل. كذا بخر مستكة بعد النظافة احلى شيء. هنا شبكت الكاوية لاني راح انزل واكوي واحطها في الشنطة، لانه الصراحة ما احب اغسل ف
فعادي أقويها وأحطها في الشنطة هنا كلها هذه. صراحة راح أبدأ أول حاجة في ملابس غيث وملابس رواف، أنا خاف هنا. أول شيء راح أبدأ في ملابس رواف هنا، هذه الثنتين ملابس رواف راح ننزلها تحت. طيب أنا راح أشيلها عندكم شوي، راح أشوف إيش فيه عشان أطلب أشوف وش حق زارة هذه الكشخة، إيش اللي معك راح ألبسه وإيش ما راح ألبسه. هذه كشخة حقت أول يوم، هذه راح أخذها معاي لأني ما أطول عند أهلي يعني 4 أيام بكثير، وهذه وراح أخذ هذه كمان. هذه لا، هذه راح أسيبها لأنه ما راح يلبسها هناك الصراحة، أنا ما أطلع كثير يعني بس أهلي. هنا راح أبدأ قصقص الأوراق، وراح أبدأ أكوي التيشيرتات والشورتات، وراح أبدأ أرتبها في الشنطة إن شاء الله. هنا بديت أكوي، صراحة الكوي هذه مرة ريحتني، فاللي تبغى ترتاح صراحة تشتريها وهي مغمضة. تغيير في البيت بعد ما يصحى، أعتقد لما تنسى المرفأ حلو وحتى سعرها حلو مع هذا الطقم. راح أخذ هذه كتغيير للبيت، راح أخذ كمان هذه. خلاص أشيل كل شيء جديد، هذه إن شاء الله شالت ليلة العيد. وهذه البيجامة خلاص بيت أهلي يعني، بعد البيجامة ألبسها شيء بشيله جديد خلاص، ما أبغى أي شيء من لبسه اللي أول. هنا راح أبدأ أطلع الأوراق من التيشيرتات، وراح أبدأ أطبقها في الشنطة لأنه ما راح أكويها لأنها كلها أشياء قطنية حقت بيت. هنا صورت، حطيت الشربات، حطيتها ملابس الداخلية، توقعت اني اصور لانه كان شغالة كاميرا فطلعت مش شغالة، فزدت بس ملابس الداخلية والشربات بس. هنا أبدأ أطلع ملابس غيث وأبدأ أرتبها في الشنطة، وراح أطلع أوراقها وأطلع ملابس الداخلية والشاريب كلها أجهزها من الشنطة من الحين إن شاء الله. كذا أقدر أقول خلصت ملابس الأولاد إن شاء الله للعيد، خلاص كذا انتهينا. بس إنه باقي أنا أغراضي راح تكون كثيرة، فماني عارفة إيش راح آخذ معاي. بالنسبة لي أنا هذه العباية راح ألبسها أول يوم فراح أسيبها في الكيس، هذا البنطلون راح آخذه معاي حق السفرة،
هذا راح اخذه معاي، راح اكوي عند اهلي يعني، ما راح اكوي الان. اشرب كمان راح اخذ معاي هنا يعني كل شيء، انا احب كل شيء تجلس بقياس. راح اخذ هذه البلوزة فقط، انا قلت لكم راح اخذ هذه كشخة معايا، هذه لا راح اسيبها للبيت. هنا طلبية شين ثم اشوفها، نسيتها نسيتها مرة. ايش هذا؟ بدي اعلق هذا بالستان، بس احس في يدي حلو يعني، صراحة فجأة جوالي يوقف ما اقدر اكمل. هذا ما راح اخده، راح اسيبه هنا لانه خلاص شف يعني بنطلون بيج يعني. هنا هذه بجامة العيد، وراح احطها مع بجايم عيالي. هذا الفوشي البنطلون ما راح استخدمه، راح احطه هنا وارجع له بعدين. هذا حلو خفيف يعني يصلح كالجمعة يعني مع اخواتي بعد يوم العيد يعني في الليل، فاهمين علي؟ يعني شي خفيف. وكنت فتح ايش اسمه، مرة حلو. هنا راح اخذ من الفتيس ل بادي ايش اسمه وينفع، راح اخذه معاي. هذا ايش اسمه التيشيرت حق غيب، اخذت معاه ايش اسمه، هذا راح اخذه معاي كمان. ايش هذا؟ هذا اتوقع بنطلون اخضر. ايوه هنا راح اخذ هذا مع البنطلون اللي قبل شوي اللي قلت ما راح اخذه، بس راح اخذ غير تراي. اقدر اقول كذا خلاص ايش اسمه جهزت الشنطة خلاص، ف راح ازيد عليها اكيد يعني يوم العيد الصباح بس الميك اب حقي وبجايم اللي لبسناها ليلة العيد واكسسواراتي بس. شوفوا الاشياء الثانية، شوفوا شو اللي صار لما جلست اقصقص الاوراق. وهنا الاشياء هذه راح اشيلها لان ملابس داخلية بقيت اشياء جديدة يعني، راح اسيبها هنا في البيت لاني ما راح اطول عند اهلي. وبس الحين راح اطلع السوق، راح ادور لي فستان اول يوم عيد لانه مو راضي زارة يوصل لي لين البيت. وش اسمه وراح اروح ادور كمان جزامة بس. والله رجعت السوق مرة ثانية دور فستان أول يوم لأنه مو راضي يوصلني الطلبية. ها وصلت زهرة، نشوف شو منزلين. ما أقدر ما شاء الله حتى الصباح زحمة. في هذا حلو بس القماشة عالي جدا صراحة، جالسة أمشي لأني عارفة مش هاخذ جدا عادي. في هذا راح بس استرتش، اتوقع القماش جدا عادي حلو بس استرتش. هنا دخلت استرعت ان شاء الله حصل الازرق يعني انه عجبني من اول، بس ما اتوقع مش موجود. هذا التوب مرة حلو. وهنا اخذت فستان العيد، راح اسوي جزء ثاني من الفلوق، تابعوني ولا تنسون من اللايك والاشتراك.